أيضا لي ضيفك للتوضيح أكثر. مشاهدينا نروح نشوف يا ترى إيش طبختنا اليوم في مطبخ صباح السعودية، وهالمرة مع الشيف عمر الخالدي. صباح الخير، نورتنا. صباح النور، يا أهلا ومرحبتين. الله يحييك شيف، يعني فعلا الريحة وصلت الان عندنا، بس ودنا كذا نكتشف وناخذ معاك التفاصيل والريسبي. احنا اليوم مشينا على كلام الاخصائيه، نبي ندقق على حاجات اكثر لمساعده الذهن والذاكره والزهايمر. فمدققين اليوم على حاجات فيها زعتر، حاجات فيها بروتين الدجاج، مدققين على الريحان، لانه نبته الريحان من الحاجات المفيده اللي بعد للذاكرة يستخدمونها للذاكرة. فراح يعني كل تدقيقنا حيكون على كذا. كمان حنضيف شوية حلومي، ما حنخلي الأكلة ثقيلة مرة، حنحاول أنها تكون صحية أكثر. فعملنا طريقة يعني البرانش، الفطور المتأخر أو الغداء المبكر، حتكون كذا حاجات خفايف وتكون يعني صحية هيلثي أكثر. وإيش بعد من أطباقنا لليوم؟ نبي نسوي أم علي، هذه عاد مالنا بالصحة، ونبغى نسوي فرنش توست بالسولتد كراميل، وحيكون بخبز البريوش، وخبز البريوش حيكون فيه شوكلت بعد، فحنثقل بالحلى شوي. يعني حتى الخبز بر والشوكلت لو فات، الأمور طيبة. يعني دارك شوكلت استخدمنا. في النهاية تشرب شاي أخضر، هذا أهم شيء. أي هذا الشاي الأخضر ضروري بعد أكلة دسمة لازم. طيب كويس، خلنا نسألك عن الحشوات شيف اليوم، إيش تستخدم؟ عندي اليوم بسوي تقريبا 3 أنواع حشوات، بسوي حمصة الحلومي، وبعمل سكرامبل بالريحان وبالشطة الخضراء، وبعمل دجاج ريحان، وبعمل الحلومي بطريقة كذا جديدة شوي، انه بطبخها اكثر من شكل، يعني بحطها بالفرن او احط معها 3 أنواع تشيز. وبنعمل الام علي والبريوش كفرنش توست، وممكن نخترع كذا اختراع جانبي بعد، ما ندري ايش يطلع معنا، معنا وقت كثير. بس ما شاء الله يعني المطبخ السعودي شف الفتره الاخيره صاروا مبدعين كذا. اكيد المطبخ السعودي مطبخ عريق كبير مره، اصنافه متعدده، يعني بس لسه مهضوم حقه شوي، بس الحمد لله. يعني احنا انا وغيري من الزملاء قاعد نحاول انه نوصله العالميه اكثر واكثر، باضافه نكهات جديده له، بطريقه تقديمه، يعني قاعد نعمل شويه تغييرات كذا بسيطه عليه. طيب شوف اليوم احنا زي ما ذكرت انه يكون البرانش اللي الفطور متاخر، لكن هل ينفع بالصافي؟ عفوا للفطور المبكر. هذه انا بعتبرها انت اشتهيتي الاكل ترى، اللي يغص يكون يبلع ريقه ترى. ما شاء الله. يعني هو اليوم هل الوجبات هذه تعتبر تاخذها فطور من البدايه، من يومك من بدايه الصباح، ولا الافضل انها تكون برانش؟ هي تعتبر يعني هبي شوي ثقيله. ايوه تعتبر هذه اكثر، لانه فيها بروتين عالي، فيها تشيكن. الحلومي انا اعتبره من الاجبان اللي تجي ثقيله مره، فما افضله على الفطور كثير. الناس كثير تحبه على الفطور، بس الحلومي في الغالب انا احب اضيفه للسلطات، اضيفه لساندويتش كذا خفيف، بس انه ما يكون فطور رسمي، لان هو من انواع التشيز اللي يعني يكون فيها الـ زي ما تقولين الحليب كثير مره. طيب شف متى اعرف ان الحين بهذه الطريقه احنا اكتفينا الحلومي وبقيه الخضروات على النار؟ ما تاخذ معنا دقيقتين ثلاثه، في الغالب الحلومي لين ياخذ لون ذهبي كذا بسيط شوي يصير جاهز معنا. الخضروات عادي، كل ما حمسنا اكثر كل ما كانت افضل، يعني كل ما ركزنا على البصل انه ياخذ لون اكثر، على الفلفل انه يذبل، حيكون معنا بطريقه افضل. بس الحلومي ما نطول عليه. في الغالب لا، الحلومي لازم تكون النار عالية مرة عشان ما يتفتت معانا بشكل سريع ويبقى كذا محافظ على قوامه. شف الريحان الفترة الأخيرة صار ما شاء الله متواجد في أغلب الترند. أي ممكن المشاهدين ترى اللي ما يعرفون إيش الريحان، في ناس كثيرة تسميه بيستو،
فحنا بس نوضح لهم انه لا البستو هو الريحان بس فده. انه صار دخيل علينا اسم البستو، والريحان هي نبتة تعتبر شرقية اكثر ونستخدمها في حدايقنا، نستخدمها في الاكل صح. في السلطات، يعني الريحان متواجد عندنا بكثرة، فانا احب استخدم دائما المسميات العربية اكثر. ممتاز، حتى ريحتها حلوة يعني شيف تضيف نكهة أو ريحة حلوة أكيد، بس إنه لازم نوزنها، يعني ما نكثر فيها مرة ولا نقلل فيها مرة عشان ما تطلع معنا إيش بيصير؟ حيطلع معنا كذا عرق مرار كذا خفيف، تصير كذا الأكلة مرة شوي، فلازم نوزنها يعني بحاجة بسيطة، يعني ممكن ربع ملعقة حاجة زي كذا، إذا ضفناها على لبنة تكون حاجة بسيطة، مو إنه نغير لون اللبنة يصير أخضر مرة، لا حاجة بسيطة إنه كذا بس تعطي فليفر بسيط. حلو. الطبق الثاني يعني تقريبا جاهز ولا في اضافات راح تسويها؟ باقي عندنا دجاج الريحان ما بدينا فيه، بنشويه كذا نشوحه شوي، حيكون على شويه زيت زيتون خفيفه عشان زي ما قلت لك نبقى هيلثي صحيين شوي. هو تتبيلته كنت انا متبلها بالماسترد، متبلها بشويه اوريجانو اللي هو اكليل الجبل، متبلينها كذا بحاجات خفيفه مره. شيف انا متحمس لام علي صراحه، فعشان كذا انا ابغاك تستمتع وتعيش كذا تاخذ وقتك. ام علي انا حسويها لك بطريقه مختلفه كذا شوي. ركز لي على ام علي واحنا بنروح الى استديو موجز الاخبار وبنرجع لك يا شيف. طبعا يلا تمام، اللون الحلو، شوف اللون الذهبي جاهز الحين. لا هذا محترق شوي، لا تسلك لي على التلفزيون. طيب خلينا ننتقل احنا وياكم مشاهدينا الى استوديو موجز الاخبار ونرجع نكمل معكم مشوارنا في صباح السعوديه.